وقعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مذكرة تفاهم مع شركة سكاتيك اي اس اي النرويجية لتموين السفن بالوقود الأخضر في شرق بورسعيد بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 1.1 مليار دولار، وذلك على هامش مشاركة المنطقة في فعاليات قمة المناخ كوب 28 بدبي. وذكرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن مذكرة التفاهم تستهدف استصدار رخصة ممارسة نشاط تموين السفن بالوقود الأخضر لشركة سكاتيك في منطقة شرق بورسعيد، شامل الاستثمارات الخاصة بتوليد الطاقة النظيفة، حيث يصل حجم الإنتاج إلى 100,000 طن من الميثانول الأخضر سنويا بحلول عام 2027. أكد وزير البترول طارق الملا السير بخطى ثابتة وفق رؤية مصر 2030 نحو ترجمة استراتيجية خفض الكربون والتحول الطاقي إلى واقع ملموس من خلال مشروعات فعلية يتم تنفيذها، خاصة مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته. جاء ذلك على هامش جلسة الإعلان عن مشروعات الطاقة الخضراء مع شركة سكاتيك النرويجية الرائدة ضمن فعالية قمة الأمم المتحدة للمناخ كوب 28 المنعقدة في دبي. أظهرت بيانات وكالة الطاقة الدولية أن حجم الاستثمارات في الطاقة النظيفة سينمو بنحو 7.6% خلال عام 2023 إلى 1.74 تريليون دولار، مقارنة بنحو 1.62 تريليون في عام 2022. كانت الوكالة قد توقعت في تقرير سابق أيضا أن تستحوذ الطاقة النظيفة على 61% من إجمالي الاستثمارات في قطاع الطاقة في عام 2023. ختام جولتنا الاقتصادية، عودة مرة أخرى لأميرة ومرنا لاستكمال ما تبقى من النشرة. إليكم من جديد، شكرا لك جزيلا ليلى عمر.